لكن لماذا أبو بكر رضي الله عنه استخلف أو استعمل هؤلاء الناس؟ أولا في عندنا جانبين، الجانب الأول هو إبعاد الأنصار، كأنما اتخذ قرار مسبق قبل وفاته عليه الصلاة والسلام باستبعاد الأنصار استبعادا كليا عن تسلم أي مناصب. وسنجد فقط عندما يتولى الخلافة الإمام علي سيستخدم بعض الأنصار ولا سيما قيس ابن سعد. إنما في هذه الآونة في قيادة الجيوش في كل عمل من الأعمال استبعد الأنصار. وطالما رأينا أن الوصول إلى السلطة في السقيفة وبعدها تم بدعم من الطلقاء، فأمر طبيعي هذا التحالف أن يجري تنفيذه. وقد يضيف الإنسان إلى ذلك قضية أخرى، الحاجة إلى الكوادر. أبو بكر يريد توجيه الجيوش لأعمال ضد أعمال الردة ولحركة الفتوحات، ولم يكن أمامه إلا أبناء بني أمية الطلقاء، ولا سيما وأن أسرة أبي سفيان كانت لديها أملاك في البلقاء وكانت على معرفة كاملة بأوضاع بلاد الشام، ولا شك أنه كان لها صداقات ومعاملات. وسلف لنا الوقوف مع رواية تيوفانيس حول معركة مؤتة، وأن سكرتير أو ترجمان أو بواب تيودور أخو هرقل كان يتجسس أو كان في مكة مع أبي سفيان أثناء الإعداد لجيش مؤتة، وهو الذي أخبر تيودور بقدوم الجيش، وكانت الكارثة التي ألمت بالجيش في مؤتة. فلذلك من جميع هذه الجوانب نجد الحاجة إلى الكوادر، التحالف، القوة القبلية الآن طالما جرى إبعاد الأنصار، كل هذا دفع إلى ما جرى. لكن